الدرس التاسع: الصدق. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. متفق عليه. معاني المفردات والتراكيب: عليكم بالصدق، الزموا الصدق وداوموا عليه، يهدي يؤدي، البر كثرة الطاعة والعمل الصالح، يتحرى الصدق يلازم الصدق حتى يكون صفة دائمة له، وإياكم والكذب اجتنبوا الكذب واحذروا، الفجور الخروج عن الطاعة. تعريف براوي الحديث: هو عبد الله بن مسعود الهذلي، سادس من أسلم من المسلمين، شهد غزوة بدر وقتل فيها أبا جهل، هاجر الهجرتين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة المكرمة، كان من فقهاء الصحابة وقرائهم، توفي بالمدينة سنة 32 هجرة ودفن بالبقيع. الصدق طريق الجنة. مفهوم الصدق هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع، وقد أمر الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فضائل الصدق: وعد الله تعالى المسلم الصادق بالأجر العظيم ودخول الجنة ونيل رضوانه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم. ومن لازم الصدق في حياته ومواقفه وأقواله وأفعاله وفقه الله تعالى للطاعات وهداه لفعل الأعمال الصالحة التي تقوده لدخول الجنة والفوز برضوان الله تعالى. ومن فضائل الصدق: الصدق يمنح صاحبه الطمأنينة والسكينة. الصدق يدفع صاحبه للجرأة والشجاعة في قول الحق والثبات عليه. الصدق يؤدي إلى الثقة بين الناس، فيتعاونون ويتراحمون ويتكافلون. الصدق طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار. نستمع لأنشودة الصدق. الصدق شعاري في الحياة طبعا، فالصدق من الإيمان، وقد جعلته لي أغلى صديق، وأنا كذلك. الصدق 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 من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان، وبه يسمو الإنسان، وبه يسمو الإنسان. الصدق سبيل النور، وعليه الحر يسير، يأخذنا للجنات من أيدينا بحنان.
الكذب طريق النار. مفهوم الكذب هو القول المخالف للحقيقة والواقع، وقد ذم الله الكذب والكاذبين، فقال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هيا بنا نشاهد مقطع فيديو الراعي الكاذب. عاش في قديم الزمان أحد الرعاة وقد اشتهر بالسخرية والكذب، ففي أحد الأيام خرج مع غنمه إلى المرعى وأخذ يصيح بصوت عال: النجدة النجدة، لقد هاجم الذئب أغنامي. سمعه أهل القرية فهبوا بعصيهم وفؤوسهم لنجدته، لكنهم عندما وصلوا إلى مكان الراعي لم يجد الذئب، ووجد الراعي يضحك بصوت عال، فعرفوا أنه كاذب ورجعوا إلى بيوتهم. كرر الراعي هذا العمل مرة أخرى، وفي المرة الثالثة هاجم الذئب غنم الراعي وأخذ يصيح ويستنجد بأهل القرية، لكنهم لم يصدقوا، فأكل الذئب إحدى أغنامه. رجع الراعي إلى القرية خائفا حزينا وندم على سخريته من الناس، فقال له حكيم القرية: يا بني، إياك والكذب، فالكذب عواقبه وخيمة. أضرار الكذب: يبعد الكذب الإنسان عن الطاعة ويجره إلى المعصية، ينشر الكذب العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس، يعاقب الكاذب في نار جهنم يوم القيامة. ومن لازم الكذب في حياته ومواقفه وأقواله وأفعاله كثرت ذنوبه وزادت معاصيه التي تكون سببا في دخول النار. لافتة: أنا مسلم أتحرى الصدق دائما في حديثه. التقويم: السؤال الأول، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. راوي حديث عليكم بالصدق هو عبد الله بن مسعود. 2، الصدق يؤدي إلى الثقة بين الناس. 3، المراد بكلمة يتحرى الصدق هو يلازم الصدق. السؤال الثاني، أفرق بين ألف الصدق والكذب. الصدق هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع، الكذب هو قول المخالف للحقيقة والواقع. ب، البر والفجور. البر كثرة الطاعات والعمل الصالح، الفجور الخروج عن الطاعة. السؤال الثالث، أبين فضائل الصدق. نيل محبة الله، تزداد الثقة بين الناس، الصدق يدفع صاحبه لفعل الطاعات، محبة الناس للصادق. السؤال الرابع، أذكر أضرار الكذب. غضب الله، نشر العداوة بين الناس، يفقد الكاذب ثقة الناس به، الكذب يدفع صاحبه لفعل المعاصي والشرور. السؤال الخامس، اكتب آية كريمة تدل على فضل الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم. السؤال السادس، ماذا استنتج من الحديث الشريف؟ على المسلم أن يتحلى بالصدق ويبتعد عن الكذب.